مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. المؤثرة سارة رجيل تحتفل بعيد ميلاد زوجها من ولاية وهران. فزت زعما انتهك في حياتك، كنت تخمم باللي باللي ربي راح يطيحك في مراك كيما انا فور. يا جوز التعبير عن الانسان. واش نسألك في هذه المناسبة السعيدة؟ هل انا اسعد ما في حياتك؟ يا سار قول والله يا شك صاحي بليزة زيد عندك شك مش عطيتي بهذا السؤال. عندي شك وقت تساوروني باسكو بديت تبدا شكيتنا بدينا نكبر وانت بديت تعيا. نورمال ما فيها وكل شيء خلاص في الدنيا ولا لا؟ فوزية خطيلي. اي نوض نوض اني موجدت لك سوربرايز نوض نروح عندك تشوف لا سوربرايز. والله والله شوف ما نكذبش عليك تحب نديك للطاليان قلت زعما يرزقني ربي خلصت لك يمكن وحدك هكا تروح هذا ما كان. ومن بعد خممت 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 ودرت دي ريشيرش قال لك فينيس نشفت. الله يبارك عالمه انت يا كي خرب بلادي عالمه. الله يبارك عالمه روح دير لي ريشيرش كاين لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل جديد. جوايوز انيفيرسير سار سورا. جوايوز انيفيرسير مون ماري. يا درا كيما تاع الاوبرا نشتاق خطيك سوا سوا تمنيت سوا سوا نحسب لك نحسب لك 36 35 34 2 ما بعد الحق للدو 2 1 تمنيت نسف انايا نسف انايا واش اوفيسيال تتحقق الامنيه صح وي صفق لي كل عام وانت بخير الله يبارك تاعي وداتها نسبه الشبع عاودتك صفر حسيت طول عباك ومن يلقب أحلى سلام لأحلى متابعي في العالم شاركوا في القناة فعلوا جرس وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.